قلت انت كنخبه سياسيه كنائب سابق نقطة اكو نقطه مهمه بالتقرير جنابك غفلها الرئيس الاول للحكومه العراقيه بعد التغيير هو بريمر وبريمر وكلف اياد علاوي صح بس بريمر الرئيس التنفيذي والتشريعي الحقيقي للعراق وبريمر وبعده وبعد اجل الدكتور اياد علاوي لا لا بعده للان آه له اذا على المسار نعم لهم اثر كبير لامريكا نعم لهم اثر كبير بس اكو نقطه مهمه اريد الفت نظرك إليها اعتقد الاطار العام للحكومات هو تقييمها يعني تقييم هذه الحكومات تقييم ليس ايجابيا والعله بالاسس الاسس التي جاءت بالحكومات العراقيه المتعاقبه اساس الحكومات بعد 2003 طبعا بالمناسبه بالصدفه انا عايش الاجواء التشكيلات الحكوميه في 2003 و2004 والحكومه الاولى وحكومه السيد جعفري الثانيه وحكومه السيد المالك الثالثه ففي جو بريمر اللي ظاهرا ظاهرا يعني اللي ظهر لي الامريكان ما كان عندهم مشروع واضح الدليل على ما اقول عليه ما كان عندهم مشروع واضح مشروع واضح في كيفيه اداره الدوله العراقيه. اجا هو الحاكم الف يعني الامر الناهي وبعد هذه الفتره تشكل مجلس الحكم. وهاي هم مرحله اخرى من شخصيات كلها وطنيه كلها راغبه ببناء البلد 25 شخصيه بين مجاهده وبين تاريخ سياسي وبين تاريخ اكيد كانت راغبه ببناء البلد؟ اي نعم انا اعرف اكثر من عشرين من عندهم شخصيا معرفه شخصيه تمتد لي سنوات طويلة والكلام اللي ظهر في كتاب بريمر سنة في العراق عندما قال أول ما سألني السياسيون ما هي مرتباتنا أعتقد مو كل اللي يحكي بريمر صحيح أكو شخصيات ما محتاجة الراتب فعلا هذه الكلمة كانت موجودة هو ينقلها بس انا جزء واحد قال له مو, مو ال 25 كلهم قالوا له يعني انت 25 سياسي عنده عضو مجلس حكم، سواء واحد من عندهم ساله قال له ايش قد راتبنا؟ مو ال 24، يعني منو مثلا؟ عبد العزيز الحكيم مثلا محتاج راتب محمد بحر العلوم محتاج راتب تشادر انا ما اعرف لا شخصيات محترمه ما أنا اعرف انا لكن اسال هذا ما طرحه بريمر في كتابه, كتابة انت تقول انه بريمر كان رئيس السلطه التنفيذيه والتشريعيه في زمن اياد علاوي لا هذه القضيه الـ الـ الاهم اللي اريد اوصلك اليها اجى بريمر وابد ما يسمى بلجنه الخمسه اول مره مم. اياد علاوي ضمن الخمسه اللي هم المجلس الاعلى واتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي, الديمقراطي الكردستاني والسيدين اياد علاوي واحمد الشلبي يعني حتى حزب الدعوه ما كان في لجنه الخمسه وبطلب من السيد عبد العزيز الحكيم رغب باضافه حزب الدعوه لهذه المجموعه وتحدث مع بريمر في هذا الموضوع عموما